السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش الصف الأول الإعدادي، المنهج الجديد، مادة الدراسات، واشتقنا لكم بعد طول غياب. ومعنا أجمل مادة، وعم بسطوا المادة بشكل إيه، مبسط جامد جدا جدا، وانتوا أكيد هتحبوا الشرح ده. ويلا بينا نخش على أول درس. بيكلمنا عن إيه؟ بيكلمنا عن الموقع الجغرافي. طب يا مستر يعني إيه موقع جغرافي؟ حاضر يا ابني يا حبيبي، والله أقول لك. طيب انا لما اسال جناب حضرتك واقول لك فين مدرسه حضرتك، انت على طول البديهي ان انت هتقول اه ده انت عايز تسال على مكان المدرسه بتاعتي فين بالظبط. اقول لك ايوه طبعا يا ابو الفكريره، تمام. قول لي بقى، هتقول لي بقى على طول ده المدرسه بتاعتي من قدامها المسجد، ومن وراها بحيره، ومن جنبها ده في مستشفى، والجنب التاني في سوبر ماركت. ايه رايك ده مكان جميل جدا جدا جدا. طيب انت تعرف ان انت كده عملت الموقع الجغرافي. ما انا لما اقول لك على مكان وانت تقول لي جنبها ايه من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال وقدامها ايه ووراها ايه، يبقى هو ده الموقع الجغرافي. انا عايزك بقى تقول لي، كل واحد يقول لي الموقع الجغرافي بتاع بيته عشان اتاكد ان انت فهمت معنى الموقع الجغرافي. بس هنا احنا بقى مش هنتكلموا على مدرسه، احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ام الدنيا مصر. طيب احنا عايزين نعرف بقى الموقع الجغرافي اللي هو ايه. قال لك ان هو موقع المكان، المكان اللي انت بتتكلم عليه، بالنسبه للاماكن المجاوره، الاماكن اللي جنبه عامله ايه، ماشي شكلها ايه، في ايه، تمام. والاماكن اللي جنبه ده يا اما تكون بحار او تكون محيطات او تكون ايه، دول مجاوره. يبقى الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه للاماكن المجاوره من بحار ومحيطات او دول مجاوره. يلا بقى كل واحد في التعليقات يكتب لي موقع بيته وموقع مدرسته، ماشي. يلا يجي لي هنا سؤال بيقول لي بما تفسر مصر من اهم دول العالم. تيجي تقول لي يا مستر هو من اولها بما تفسر؟ يا عم احنا زهقنا وقرفت، مش انا قلت لك ان انا اسهل لك الموضوع؟ طيب هو هنا عايز يقول لك ايه، ليه مصر اهم دول العالم، من اهم دول العالم؟ هنقوله عشان اكيد جنبها حبه حاجات مميزه. يبقى بسبب موقعها الجغرافي المميز. يبقى مصر ليه مهمه؟ عشان الاماكن اللي جنبها كويسه جدا، سواء كان بحار او محيطات او دول، وهنعرف الكلام ده. طيب انا عايز ادرس ايه في الدرس ده؟ انا عايز ادرس ثلاث حاجات، اتكلم عن مصر بالنسبه للعالم مهمه ولا مش مهمه، موقعها مهم ولا لا، ومصر بالنسبه لافريقيا موقعها مهم ولا لا، ومصر بالنسبه للوطن العربي موقعها مهم جدا جدا ولا لا. قبل بقى ما اكمل كده، كل واحد ينزل لي دلوقتي في التعليقات ويقول لي موقع مصر بالنسبة للعالم أفضل، ولا موقع مصر بالنسبة للوطن العربي أفضل، ولا موقع مصر بالنسبة لأفريقيا أفضل. يلا بينا نكمل ونخدم أول حاجة اللي هو إيه، موقع مصر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعالم. بص أدي خلتنا الحاجة أسيا، ودي أوروبا، ودي أفريقيا حبيبة قلبنا. والله يا افريقيا حبيبه قلبنا. وده امريكا الشماليه الشماليه، وده امريكا الجنوبيه الجنوبيه، وده استراليا. طيب يا مستر انت مصدع دماغنا من الصبح، انا عايز اعرف موقع مصر، انت جايب لي ليه تاريخ العالم كله؟ طيب معلش خدني على قد حالي. فين بقى مصر؟ دور على افريقيا. مصر. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو انت حبيت تطلع من مصر وتروح على افريقيا من السهل. من السهل. طب لو حبيت تطلع من مصر، من مصر على اسيا، من السهل. طب لو حبيت تطلع على اوروبا برضو من السهل، امريكا الشماليه من السهل. يبقى موقعها ايه، موقعها مميز ولا لا؟ يعني انا عايز اقول ان مصر تقع في قلب العالم. مصر تقع فين؟ في قلب العالم. يلا يا زملكاوي بما ان الزمالك في قلبك اعمل لي اللايك. يلا يا اهلاوي بما ان الاهل في قلبك اعمل لي التعليق. ماشي يلا. طيب موقع مصر بالنسبه للوطن العربي، فين الوطن العربي؟ بصوا شايفين الاحمر ده؟ الاحمر ده هو الوطن العربي. شوف المكان بتاعه مميز بالنسبه للعالم ولا مش مميز؟ طبعا مميز. يا عم انا مالي ومال الوطن العربي، انا عايز اشوف مصر في الوطن العربي. ما تقول لي فين؟ اهو مكان اهو. تخيلوا كده ان مصر مميز في وسط الوطن العربي، والوطن العربي في وسط العالم. يعني انت عايز تقول من الصبح بص شوفوا مصر اهي،
فمصر دلوقتي لو حبيت ان انا اروح لليبيا اروح لليبيا، لو حبيت ان انا اروح للجزائر اروح بكل سهوله، السودان. يبقى اذا عايز اقول ايه؟ مصر تقع في قلب الوطن العربي. مصر ايه؟ تقع في قلب الوطن العربي. يلا بقى يا زملكاوي، انا قلت لك المره اللي فاتت تعمل لي لايك، عشان طبعا مصر تقع في قلب العالم. لا، المره دي بعمل لي تعليق عشان مصر تقع في قلب الوطن العربي. وانت يا اهلاوي قلت لك المره اللي فاتت اعمل لي تعليق عشان العالم، عشان مصر تقع في قلب العالم. بس انا عايزك بقى تعمل لي لايك عشان مصر تقع في قلب الوطن العربي. يبقى ايه؟ عايز تعمل كوكتيل؟ طب يلا بينا. اكيد انتوا اتخانقتوا مني، بس انا ما اتخانقتش منكم. مصر بالنسبه لافريقيا، هنشوفوا بقى فين افريقيا. اهي هناك، هناك شايفين مصر؟ شايفين مصر. ده مصر كده على ركن منها. طب الركن الشمال ولا الركن الجنوب ولا الركن الشرقي ولا الغربي ولا ما بين الاثنين؟ هنعرف دلوقتي. عشان كده بنقوله ان مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. الشمالي الشرقي ايه؟ لقارة افريقيا. الله، انا عايز بقى الزملكاوية يعملوا لايك وتعليق عشان مفيش قلب، بس انت تحطوا قلب. الزملكاوية هيحطوا قلب، والاهلاويه برضو حط قلب. الزملكاويه باللون الابيض والاهلاويه باللون الاحمر. طب يبقى اذا مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقاره ايه؟ افريقيا. طب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ادهيه قاره ايه؟ افريقيا. لو انا وادي مصر في وسطها، انا لو حبيت ان انا اسافر اروح فين؟ اروح لاسيا او اروح لاوروبا، يبقى لازم على طول اعدي على مصر. طب انت عايز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان مصر بوابه القاره الافريقيه الى اسيا واوروبا. يعني ايه معنى كل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني احنا خدنا الموقع الجغرافي ماشي، وبعد كده اتكلمنا على مصر بالنسبه للعالم، وقلنا ان مصر تقع في قلب العالم، في قلب العالم، واتكلمنا على مصر بالنسبه للوطن العربي، قلنا ان مصر تقع في قلب الوطن العربي، واتكلمنا على مصر بالنسبه لقاره افريقيا، وقلنا ان مصر هي تقع في الركن الشمالي الشرقي لقاره افريقيا، وقلنا ان مصر برضو بوابه القاره الافريقيه الى اسيا واوروبا. تابعوني، وبهذا نكون قد انتهينا، وارجو ان تكونوا قد استفدتم. وطبعا الدروس هتكمل معانا، وانا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا جدا، ولو كان لدى اي حد فيكم اي سؤال او استفسار يكتبوا لي في التعليقات، وشرف لي ان انا ارد على حضراتكم. وسلام الله عليكم ورحمه الله.